ملي كتجبد الملك اسهل حاجه بالنسبه للفاسدين في البلاد تيقولوا الله حصل. بغى يضحك المهداوي قال له فلان قال له خذ لنا شي قال له خذ لنا شي صوره. وقف قدامي وهبط السروال ديالو مره وعريان هكا ديالو خذ لنا صوره نقسم لكم بالله. عرفتي جاتني الخلعه مشيت عند الحبيب مسكين راه مات رئيس تاكلو فحطني لقيت كنترعد ما 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 السلوك صدمني. تصوروا انا في الحبس وخرجوني من الغرفه شنو هو عندك جلسه في استدعاء فين في العيون وانا في الحبس عندكم كي غادي نمشي لهاد العيون وفي الاخر ديك العيون ما مشيت لها ما هضرت لها وخديت فيها البراءه. شنو وقع فيها الله اعلم. خوتي المغاربه مرحبا بكم. الطبيب العسكري مراد الصغير اللي مات مسكين اثارت الوفاه ديالو جدل كبير وكبير جدا. اليوم غنرجعوا لهذه القضيه عبر زوايا مختلفه. هل موته وفاته وفاه طبيعيه ام ان الفقيد كان ضحيه لعمل ماشي هو هذاك كما كيروجوا بعض عباد الله ام كان ضحيه تقصير ام كان ضحيه اهمال؟ شنو هي الظروف اللي صاحبت وفاه هذا الرجل يعني الذي عرف بارائه المنتقده؟ كان معارضا لم يكن معارضا يعني للنظام ولكن كان معارضا لممارسات بعض المسؤولين كان يجاهر بذلك ولكن على حسب معرفتنا أنه رجل كان ملكيا حتى النخاع يعني كان يؤمن بالمؤسسة الملكية وكان يؤمن بالملكية. كنقول لكم على حساب لأنني مبقيتش متبع بزاف ولكن على حساب التصريحات اللي سمعت له كان عرف عليه على أنه لم يكن معارضا للملكية وإنما كان معارضا لممارسات بعض المسؤول. هذه كتبقى طبعا الاراء ديالو ومن حقه ان يعبر عن ارجع لهذه القضيه. ولكن اخوتي المغاربه غتسمحوا لي بغيت نبدا بسعيد الناصيري. سعيد الناصيري هذا فنان وقع على مسيره فنيه من ذهب وان كانت بعض الملاحظات على بعض الاعمال ديالو الكمال لله عز وجل ولكن رجل محترم. عجبني في هذا السياق ديال النساء الحراك الاجتماعي شنو قال النساء ورجال التعليم وسلط الضوء على واحد القضيه ديال ما كنهتموش بولاد البلاد. نسمعوا الناصيري في هذا الجانب وخصوصا واحد الفكره غيقول فيها على انه هو مستعد يكونوا اقتطاعات يعني الضرائب وتمشي النساء ورجال التعليم. تصوروا موقف شجاع يعني واحد الموقف رائع. انا مستعد من غدا الا كانوا الدوله باغيين يفرضوا علينا كاع يفرضوا علينا انا شخصيا من اولاد الناس يفرضوا علينا ضريبه خاصه اللي تعطى للمعلم انا قابلها ولا بغاو العدد ديال الناس يقبلوا هذه الفكره وهذه الضريبه تمشي للصندوق خاص بالمعلمين والاساتذه وتعطاهم هذيك الفلوس لانهم هما ملي كيولي المعلم تيقري لان هذا موضوع كبير ملي كيولي المعلم تيقري الامه كلها وما قادرش يقري ولادو هذه راه خطيره. كيجي وزير الثقافه يقول لك انا سعيد الناصري ما تنعرفوش كنعرف غير سعيد الناصري الوداد هذا 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 وزير هذا حشومه عايز واش بصح قالها ولا قلتيها يا بن سعيد راه عار عليك زعما كاين واحد الناس كيديروا واحد النوع من كيبغيو زعما البوليميك الخاوي كنعرفها في الحشومه دابا خص الوزير يكون كيترفع عرفتي ملي كتكون وزير راه انت وزير المغاربه خص تكون كبير. شي اللي قلتي لي كنعرف على فلان بنتي صغير ورا السي بن سعيد انا ما والله ما سمعت لهذا التصريح. نتمنى في المونتاج نقدو نديرو لها لقينا هذا التصريح هذا قالو السي بن سعيد يمكن نديروه في المونتاج. انا لحد الساعه اللي كنصور ما سمعتش هذا قالو بن سعيد وغنبحث عليه. دابا انا كنطلب منك دابا الا كذب عليك شي واحد غتيقو. لا ولكن انا جبت ليك حيت دابا سعيد الناصري خرج. انا سعيد الناصري واحد اللي كنعرفو الوداد خليه ديال الوداد. واش اللي كان قال كنعرف عابس سعيد الناصري راه شكون ما تعرفش سعيد الناصري؟ تعرف على سعيد الناصري الوداد؟ شكون ما تعرف سعيد الناصري الممثل؟ شكون؟ وزعما مادام حنا ولا كنتي انت وزير وما كتعرفش سعيد الناصري باش انت وزير؟ كي درتي وصلتي للوزاره؟ انت ما عرفتش بلادك ما عرفتش الطاقات الفنيه ما عرفتش الممثلين وراه هذا هو الو عينوا فلان جيبوا فلان. هذه هي المصيبه لك انت ما كتعرفش سعيد الناصري. وتهين وهذا النوع من الاهانه اذا تبوتت راه اهانه للفنانين كاملين واهانه للموقع ديالك كوزير. حشومه 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 واحد بحال وحاجه اخرى دابا هذا السيد الناصري عنده مواقف من 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 فلسطين من التعليم من ها الفنانين المغاربه اللي كنحترمهم ها المغاربه الاصليين ها هو فنان وعنده ثقافه ومهتم بالشان الاجتماعي بالحراك الاجتماعي بالقضيه الفلسطينيه. شخص محترم هذا السيد هذا له كل التقدير والاحترام. غادي نمشي دابا لهاد الفقيد مراد الصغير اللي ربي شاهد عليا لا قطع في قلبي دابا وماشي حنا بزاف الناس. تصور واحد الانسان كيموت هاد الانسان كيموت
هو معارض لممارسات بعض المسؤولين، ومعروف في اليوتيوب، معروف أشهر من نار على العالم، طبيب العسكري ما كاينش شي واحد أنا كنظن مثقف ولا كيتبع ما كيعرفوش، ما كاينش زعما بالنسبة لنا أن هذا الشخص هذا لا يعرفه الناس. أولا غنبدأ بواحد زاوية مهمة جدا، نبدأ بالنيابة العامة في واحد الشق. كيفاش واحد بحال هذا معروف وما كاينش بلاغ اليوم بخصوص وفاته؟ النيابة، أنا هذا شخصية يعني عمومية معروف، طبيب كتب الطبيب العسكري، والدليل هو النقاش اللي كيكتبوا عليه الناس. عندنا مؤسسات والتواصل شيء مهم، علاش ما نخرجوش اليوم النيابة العامة دير بلاغ باش تسد الباب على الإشاعات؟ اليوم كاين الإشاعات كتضرنا، كاين اللي مشى بعد ما عرف راه تعرض شي عملية مع شكون داروا له ولا قتلوه ولا كذا. طبعا حنا هذا الشيء كنعتبروه اللي بغى يقول شي حاجه شغلو هذاك، ولكن انا غنجيكم واش يقدر يكون تعرض شي عمليه اغتيال ولا قتلوه ولا كذا، عندي فيها وجهه نظر غنشارككم فيها. انا غير بالنسبه للنيابه العامه، علاش النيابه العامه بعد مره كدير بلاغ؟ واحد المره دارت بلاغ على امي نعيمه ولا ما شكون على كورونا، بلاغ طبعا كتستحق امي نعيمه مواطنه واي واحد مواطن، ما كندخلش في اي مواطن له الاحترام والتقدير، ولكن لماذا كدير على مواطنه بلاغ وما كديروش على شخصيه بحال هكا؟ قول سيدي ماذا وقع؟ راه كذا واحد الشخص واثاره، وهذاك الشخص راه هالمعطيات اللي عندنا، الروايه اللي عندنا بانه كان مجهول الهويه، بانه وفاته نتيجه ديال ازمه حاده في المعده او لا كذا، او لا راه عادي ماشي حاجه، وانه قيد البحث، ماشي بلاغ في هذا المستوى. لماذا النيابه العامه ما هضرتش في هذا الموضوع لحد الساعه؟ هذا السؤال الاول. غادي نمشي لواحد الزاويه اخرى، واش يقدر يكون تعرض زعما لشي عمليه اغتيال ولا قتل ولا ما عرفتش كيما كيسوق على البعض؟ شوف اخوتي المغاربه، انا هنا انا كنعبر، انا كنهضر كصحفي وكمواطن مغربي، يعني اللي في قلبي غادي نقوله في هذا المستوى، اقسما بايات الرحمن، والله عز وجل، الله عز وجل، كيفاش كنفكر في هذا الموضوع؟ هذه الاتهامات اصبحت ما غنقولش زعما من المؤلم ان الناس يفكروا بهذا الاسلوب. انا ما خدام وسط امانه في النيابه العامه، ما انا في المستشفى اللي مات فيه مراد، ما انا في وسط البوليس من الشرطه القضائيه اللي تصنتت له، ما انا صحفي بعيد، وكان ممكن ما نهضرش كاع في هذا الموضوع معند، ولكن شهاده لله وللتاريخ، حقاش ما نبغيش شي حاجه تقال اللي فيها تشويش خاوي وفيها اساءه لمؤسسات بلادنا، ما نقبلوهاش. علاش اخوتي المغاربه نخدموا غير عقلنا؟ دابا البعض اللي وهذا مشكل خطير في المغرب، الناس باغيه تغير المغرب، راه خصنا ننتبهوا المغاربه، كاين بعض الاشاعات اللي كيكون مصدرها البوليزاريو او بعض الاطراف الحاقده وسط الجزائر، النظام تنضرش على الشعب، كاينين هادو خدامين، كاين عاوتاني بعض الاطراف الاخرين اللي برا ما عنده مشكل مع النظام، مع اشخاص ولا كذا، ما كنهضرش على المعارضه كامله، كاين المعارضه اللي مسؤوله، وهذا كنهضر على بعض الناس كي دائما كي في اعتقادهم ملي كتجي شي فرصه واخا تكون صغيره كيتم تضخيمها بالوهم، فيها جانب نفسي هو انه نوع من الانتقام، يعني مشكل، كاين اللي كيعتقد بانه نضخمها لعل وعسى تكون هذه هي السبب اللي غطيح النظام، كاين اللي كيعتقد بهذه الفهمات، كتجي شي قضيه خصو مره مع شنو غيتناولوها، والحال ان الواقع لا يرتفع. واش هذا السيد يقدر يكون تغتال؟ انا ما انا ماشي قضاء، ولكن كصحفي نقدر نطرح اسئله ولا نشارك بها. هذه الفرضيه ما يمكنش يقول بها شي انسان عاقل وكيتبع البلاد، علاش؟ اولا هاد السيد مراد الصغير هو كان في العسكر، طبيب عسكري، وخرج في التقاعد، وماشي شي واحد منشق على العسكر ولا عنده شي جيش ولا عنده شي فيلاق ولا عنده شي نظام ولا لا غير، هذا مواطن بسيط على قده، هذه الاولى. ثانيا حتى الوفاة ديالو، حنا اول موقع اللي نشرنا الخبر ديال الوفاة ديالو، وربما كما كناش حنا الاولين نشرنا هاد الشيء في القناة وعيطنا للاخوان في طنجة، درنا التحريات، ربما ما كانش كاع غيكون عنده هاد، لو لنا شي واحد هكاك على الاقل عنده شي اتصالات كره الصحافه، تا نشرنا حنا في القناه، وحتى الناس بقاو كيسولوا واش صحيح واش ماشي صحيح. نقطة الثالثة، واخا هاد الهضرة تسمح لي الدولة نقولها زعما، وما حيت في زمن ما في المغرب، شي زمن ما ربما كان باقي انفلات ومنظمة الهلال الأسود ومنظمة كذا، وكان واحد دابا المغرب اليوم كيفاش داير؟ المغرب ما كنقولش انا دوله ديمقراطيه في 100%، ولا دخلتي للمحكمه غتاخذ حقوق، لا، تدخل المحكمه وتظلم وما تقدرش تاخذ حقوقك، وممكن تاخذ حقوقك، وممكن، هذا هو المغرب، ولكن ماشي بالصوره ديال شحال هذه، يعني ما نعرف بات ما صبح ولا غيقتلوك، لا،
المغرب اليوم في واحد الوضع، عنده مشاكل المغرب، ولكن ما عندوش مشاكل يعني بحال المشاكل اللي كانت في عهد الحسن الثاني. الاستقرار، المغرب مستقر دابا. المغرب اليوم عنده مشاكل في الشغل، عنده مشاكل في العدالة المجالية، عنده مشاكل في العدالة الطبقية، عنده مشاكل على مستوى الصحة، عنده مشاكل على مستوى التعليم، عنده مشاكل على مستوى المحاكمة العادلة، ولكن ما كيعيش وضع مقلق اللي خلعوا شي واحد. فاش تكون هذه منطقيا؟ ثانيا المغرب ما عندوش احزاب سياسيه دابا قويه، الاحزاب لا توجد احزاب في المغرب اليوم. نهضروا بالمعقول، ما كاينش، كاينه بعض الاصوات لها مواقف، ولكن حتى شي حزب اليوم ما قادر يشكل شي تهديد خطير للنظام. وما كاين حتى شي واحد دابا يقدر يجمع عباد الله. شحال هذه كتقول مثلا موت موت يا العدو. الاموي عنده شعبه. ولا هضر معك الاموي وقال شي كلمه مصيبه. راه شحال هذه كتقول موت موت يا العدو، الاموي عنده شعبه. عبد الرحيم بوعبيد عنده شعبه، على الفاسي عنده شعبه، لمرة حتى واحد مع هاد الوعد حتى واحد يقدر شي زعيم نقابي دابا يخرج يدير شي كلمه ويدخل الاساتذه. لا يوجد شي زعيم دابا نقابي يدخل، ما كاينش في المغرب زعيم نقابي، ما كاينش زعيم سياسي. عطيوني دابا شي واحد شي ايقونه سياسيه في البلاد، شي مرجع دابا سياسي نسمعوا له. لا يوجد. اذا ما بقاش عندك الزعيم النقابي، ما بقاش عندك الزعيم السياسي، ما عندكش احزاب سياسيه، ما عندكش ترش ده. وعلاش زعما الوضع اللي هو غير قدري؟ نقطة أخرى، اليوم عدد من الناس المعارضين للسلطة مزعجين. كاين الناس قالوا كلام لا يقبله عقل. راه بن كيران قال كلام الناس كاع ما عقل عليه، راه نساه وعاد غطات عليه ممارسته وحكومته. راه قال شي أشياء بن كيران واحد الوقت، راه زعما كون كان هذا الشيء وهؤلاء مفسدون وبالأسماء، وهضر على أسماء وجبدهم بالسمية، أشخاص كبار في المربع الحكم. وشنو وقع له بن كيران؟ شباط راه جبد شي حوايج واحد الوقت راه لا يقبلها العقل، تجارة المخدرات وفلان وفرتلان وفرتلان. زيان الله يفك المحنة ديالو، طبعا ما بغينالوش هذا المسار هذا ونتمنى الإفراج عليه. راه جبد شي حوايج شي وقت اللي ما قال شي أشياء عادي راه تحاكم. إذا ممكن تحاكم بدبابة، كاع إلا كنتي مورزات، كاع ندير لك كاع دبابة وسير غوت وقول ما وسائل الإتفاج ماشي مشكل، نقدر نجيبك بشي حاجة ما نعرف. لو وناس اللي مؤثرين يعني ماشي اللي عندهم تأثير وعندهم امتداد وعندهم أدرع نقابية وعندهم أدرع سياسية وعندهم أدرع كذا وعندهم كلمة، وفي 2011 يعني عبد الحميد أمين ماذا قال في 2011؟ والزفزافي مثلا اللي كان يخرج 200 ألف وراه تحاكم محاكمته غير عادلة مظلوم، هذا نقاش. كاين ما يجي يقول لي واحد السيد كذا وغاست تجلس الدولة بحال هكا ولا شي جهة غيخططوا. خصنا نكونوا عقلاء، خص يكون شوية ديال العقل اخوتي. في المغرب نقدر نتفق واحد الحاجة ممكن، هذه تقدر تكون ممكن. شنو كيوقع في المغرب؟ أنا كنستحي دابا بعض المرات وقلتها البارح وكتضرني، احنا تظلمنا في المغرب في المحاكمة، باقي عندنا مشاكل، ولكن اخوتي ما نكذبوش كاين الحق حق. حتى الجو نسيت هذه النقطة، راه حتى الموظفين اللي كانوا في قديم راه ماشي هما دابا، راه واحد البشر كان بكري راه مغلفد يقدر يديرك في خنشة يقطعك طروفة، واحد البشر. اليوم راه كاين واحد الوعي حقوقي، راه موظف في السجون ديال شحال هذه راه ماشي هما دابا، دخلوا واحد الناس مجازين، دخلوا الدراري ولاد الماستر، البوليس دخلوا الدراري ولاد الماستر ولاد المجازين، الجندار دخلوا الدراري مجازين، المؤسسات ديال الدولة دخلوها الموظفين. راه ما كنقولوش ما كاينش مشاكل وما كاينش الفلاتات وما كاينش ظلم، كاين، ولكن على الاقل ولات ثقافة حقوقية دخلت، ولا البشر او لا بنادم راه ما كاينش، عطيه ليكري يعطيه كذا ما يزعمش معاك يعارضك، مابقاش داك شحال هذه، كان واحد النوع ديال البشر ماشي نفس الوضع. شنو اللي كيوقع في المغرب؟ ممكن شنو كيوقع؟ اما كتلقى مثلا شي بوليسي ولا شي مثلا غنديرها فرضية، بوليسي ولا جدارمي يقدر يطيح في يدو شي معتقل في حراسة النظرية. راه ما توقعش على ان ذاك البوليسي يعيط لوكيل الملك، لان البوليسي الشرطه القضائيه تعمل تحت سلطه قاضي التحقيق والنيابه العامه. واش كتعتقدوا دابا المغاربه وكيل الملك يقول له الو هذاك صفيها له ضرب هذاك قتله، بقى ضربوا ضربوا تيموت؟ هذه لا يعقل بالعقل العقل. واش كيصعب لك راه يكتب به راه مصيبه هذه راه طرد القيامه او لا قاتل. يقدر توقع ذاك البوليسي ماشي باغي يقتلو ولا باغي يضربو ولا باغي يموت ولا باغي قدر، انا كنقول فرضا مثلا كيدخل بلا مسكران تيبدا يضرب في القريه تيقول له اسكت وعنينا خلينا نعسوا صاحبي، الاخر سكر يقدر يقول له نعجد يسبوا، الاخر مع ديك السبان يقدر مواطن يديرها مع تيبغي يضربوا غير شي ضربه ما ناويش حتى كيموت له فيدو. ممكن
كتولي انت تبان لك بالدليل شنو هو؟ كاين مواطن برا كيقتل بنادم، ما بوليسي ما جا مواطن ويقطعك طروفه، لان هذا العمل ديال الالصاق هذا السلوك اخوتي المغاربه حنا كنقولوا هذه سلوكات غير مقبوله، ولا يحق لشي بوليسي ولا جدارمي يضرب شي مواطن في الحراسه ولا غير الحراسه. حنا غير كنقولوا باش كيكون حتى معارضه كتكون مسؤوله، حيت بعض المرات داك التهيج ولا داك غير مقبول، وخلق لنا حتى شي حاجه. ما كاين بحال واحد الفكره دابا من جمله الاشياء اللي فيتناقش انا، كون الناس يناقشوا المؤسسه الملكيه ولا يناقشوا الملك حقهم شغلهم هذاك، انا ما ندير الحجر حتى على واحد والوصيه حتى على واحد، كل واحد يعارض هذا كاين اللي كيعارض الملك، كاين اللي كيعارض المؤسسه، كاين اللي كيعارض المستشارين، كاين اللي كيعارض الحكومه، شغله غير احترموا بعضياتنا كل واحد. ولكن كاين واحد الفكره ما كيقبلهاش عقلي انا الا ما عارضتيش الملك راه الحكومه لا تحكم اخرنش عاق تضيع الوقت وعاد تخربق وتشارك. هذه فكره ما وعش وعشت لسنوات عند البعض خطا من وجهه نظرنا. علاش اسهل حاجه بعد التي لا اثر لها هو انك تمشي للملك محمد السادس في المغرب؟ لا اثر لها، ماشي معناه ان الملك معصوم ولا ان الملك له وضعه خصو يتحترم. انا مع الاحترام عنده مكانته بغينا دستوريا له وضعه هذاك ملكنا خصو الاحترام، ولكن عاوتاني مشيت نقولوا راه ابو بكر الصديق تيقول يا قوم اني قد وليت عليكم فان احسنت فاعينوني وان اسات فقوموني. خليفه مبشر بالجنه وتيقول لك ممكن نخلط خليفه، وعمر الخطاب تيقول لك لو عثر الدب في العراق لسئل عن عمر. اذا عادي المسائل غير السؤال او لا النصح او لا كذا تيكون بالادب والصواب، حنا متفقين بهذا المستوى. ولكن عندي واحد الملاحظه، واش الا مشيتي للحكومه واش معناها ما عندها اثر؟ دابا هاد الاساتذه اللي خارجين دابا جابوا شي ملك شي مستشارين للملك خلقن ازمه في البلاد، الحكومه تهرولو والمفاوضات واخر واش حبس بقى يجلس معاهم ولقجع ولا يجي يجلس. وعلاش لا كون داك الشيء ما عنده تاثير ما جاب لا ملك لا مؤسسه ملكيه؟ علاش واش الملك راه ملي كنجبد الملك اسهل حاجه بالنسبه للفاسدين في البلاد تيقولوا الله حصل. علاش؟ لان كيبقى نضال معزول، المغاربه عندهم ارتباط بالمؤسسه الملكيه وكيعتبروا اي توجه للملك هو تهديد وامن وخوف، كيخافوا المغاربه لان كيعتبروا الملكيه المغاربه صمام الامان كالميهم، واخا يكون واكل العصا تيخاف منك. ملي كتمشي له للتعليم وتجبد له الزلزال وتجبد له الاقتصاد والمعيشه والتطبيب وفين المستشفى كيمشي معاك، وملي انت كتفتح معركه ديال السكن ومعركه ديال التطبيب ومعركه التعليم راه البلاد غتشل، وملي غتشل التعليم ما كاينش المدارس. دابا هادشي اللي دايره دابا المدرسه تصحاب لكم الدوله ما كتشعصها عصا، والله الدوله ما كتنعس مع الاساتذه، ولكن الدوله ما كتبينش زعما راه هانيه، والله ما كتنعس، لان النقاش غيطور. التلاميذ ما كيقراوش 8 مليون، شويه الاسر غيلتحقوا، شويه العائلة علاش انت ما كتعرفش حركه التاريخ فين غتمشي؟ على هاد الدوله زعما ما كت الدوله راه كت عندها طرقها عارفه هاد الشيء وما نعساش. اذا علاش حنا بعد مره خصنا نخدموا عقلنا اخوتي المغاربه، يكون العقل. حنا كنناقشوا الحكومه من اجل التغيير من اجل الاصلاح، والنظام يتاثر والدوله كما قالت واحد المره واحد السيده شامه كنظن شامه درشو قالت لك الدوله كتشوف وكتسمع، راه عندها ودنين عندك وصح الدوله راه كتسمع، هي عندها طرقها ديال التفاعل تقدر تبان لك مسوقه لك كاين هي بالعاني ديك السياسه. اما التعليم راه يؤثر ملي يتازم الوضع التعليم ودير انت مع رئيس مع قياده مع مساله بسيطه علىها 168 فرنسا شنو هو بوليس يضرب طالب وتحول الى كذا، وهذا العالم العربي والامازيغي كله حسني مبارك وقذافي وشنو اصله في سيدي بوزيد حدث صغير وتطور فبالاحرى. اذا الناس خصها تكون نفس العمليه. بعض المرات الناس ملي كيجيو ويبقاو يقولوا شي كلام ماشي معقول كيشوشوا على النضال وكيفقدوا مصداقيتهم. الناس كتفقد المصداقيه ديالها، ان راه يقتلوه ان راه مع هذا كلام اخوتي المغاربه غير بحال اللي جلسوا على القراعي. حتى هو كنبقى نشوف دابا بنادم ملي كتقول شي موقف نتايا وهذاك الموقف مسؤول وكيستفزو كيبغي يعزلك. دابا حنا كننتقدوا كننتقدوا النظام انه كيعزل المخالفين وكيعارضهم وكينفي المعارضين ولا يقبل المعارضين، اما كيحيدهم بالنفي او لا بالحبس كطب. ولكن حتى انت ما كتنتبهش ملي كيقول شي واحد شي فكره داخل المؤسسات انت ما كتبغيش المؤسسات اش كتقول؟ اجلسوا على القرعه. اذا تنتجوا نفس الثقافه ما كاينش اخلاق. واش كاين شي واحد كيجلس على القرعه دابا في الحباسات المغاربه تيقولوا راه كيجلسوا على القرعه صافي تما حنا فين كنفقدوا الثقه ما كيبقاش. كيفاش تجلس على القرعه؟ كاين دابا شي موظف سجن يجلسك على القرعه، كاين موظف ديال سجن عاد تمشي تجلس في قرعه، وكاين مجازين دابا غايشوفوا غايسيقوا فلان جلس على القرعه ويشوف تقدر تضرب اي ضرب ممكن ضرب والعنف وهذا بعض الحالات كاين ضرب. ولكن تصور دابا اداره السجون هاد الدراري المجازين، انا كنت في الحبس جلس بشار وقرعه
البشر. هنا فين عرفت انا بعض الناس فقدوا مصداقيه. الناس خصها تكون مسؤوله وتكون معقوله باش بنادم يتصنت. شنو يقدر يكون في مراد الصغير؟ انا نقدر نناقش واحد بعض النقط اللي مهمه جابها هاد الفاجعه ديال هاد الفقيد سي مراد الصغير المعروف بالطبيب العسكري. اول حاجه هو المحاكمه العادله. دابا انا هاد السيد هذا منين كنشوف مثلا هذه اللي خصني نسلط عليها الضوء خصنا نسلطوا عليها الضوء. هاد السيد هذا اللي كتجيه استدعاء مراد الصغير مثلا جاته نهار 15/9/2023 خاصو يكون يمشي لمدينه وجده حالا. هو في طنجه حالا بعد هذيك عاجلا. بعض المره بحال واحد المره وقعت لينا كتكون جالس كتاكل كسكسو الجمعه كانوا كيجيبوها ليا نهار الجمعه السبت والحد. هو دائما الجمعه تفكر تسافر انت ولادك ولا تخرج السبت كيبغي منها مرتاح. لا وعارفك انت باش ديك السبت والحد دوزو كله قلق وتبرزيط. شوف كيجيب لك استدعاء نهار الجمعه واش كيكتب لك عاجلا دابا انت لا بغيتي تمشي لدوز السبت خاصك تمشي عندهم ديك السعيك الكازا باش تحيد لك شي حاجه باش ما تعيش داك القلق في ديك 48 ساعه وتكتب لك عاجلا. هذه بعدا من الاشياء اللي ممكن تناقش. دابا هذا مراد هاد السيد هذا استدعاء داير له نهار 10 تبعوا التواريخ مهمه. تصور واحد الانسان نهار 15/9 نهار 15/9 خصو يكون شكون هذه ولايه امن طنجه خصو يسمع يمشيو عنده مثلا. الا مشيتي من بعد غتلقى عنده مثلا في 18/9 دابا شوف اي 18/9 اش كيقولوا له ولايه امن وجده كتقول له مراد خصك تكون عندنا نهار 19 مع 9 ديال الصباح. وتصور هو في طنجه خصو يهبط لوجده. هاد السيد هذا كتلقاه عقلو المغاربه مهم هادشي نهار 18/9 جاتو استدعاء نهار 19/9 لغدا عاوتاني خصو يكون نهار 22/9 فين يكون في كازابلانكا. دابا هاد السيد في 18/9 هاد الشهر اللي داز هاد 9 في 18/9 جاتو استدعاء كتقول له خصك تكون في وجده في 18/9 وفي 19/9 قالوا له خصك تكون في 22 في كازا من وجده. دابا هو في طنجه من وجده عاوتاني هبط لكازا مثلا. وخصو يكون عاوتاني شنو هي الاخرى 15/9 خصو يكون في طنجه كاين عاوتاني هذه في 26/5 خصو يكون عاوتاني في وجده عاجلا. بحال دابا هذه وحنا مرينا من هذا الشيء كتكون عندك الشكايه في مكناس. انا كانوا كيديروا لي شكايه في مكناس وكنت في الحبس وجاتني تصوروا انا في الحبس وخرجوني من الغرفه شنو هو عندك جلسه في استدعاء فين في العيون وانا في الحبس عندكم كي غادي نمشي لهاد العيون وفي الاخر ديك العيون ما مشيت لها ما هضرت لها وخذيت فيها البراءه. شنو وقع فيها الله اعلم كيفاش غندير. بعض المرات ما كيكونش السلطات كيكون المواطن داير بك شكايه وتكون والتقاضي تكون احيانا بسوء نيه. هذا مشكل اخوتي المغاربه حيت التقاضي في النزاع المدني كاين واحد الماده 5 التقاضي ملي تقاضى مع شي انسان خصك تقاضى معاه بحسن نيه. ما معنى بحسن نيه؟ تعرف واحد الانسان ساكن في خريبكه بحال دابا واحد السيده كانت شكات بيا في ديك ديال العيون عاد تفكرت كان درت واحد الملف على مافيا العقار. هذيك السيده في هي اش كتسمى الكونسيرج على ذاك المشروع العقاري في الدار البيضاء وباش زعما تكرفصني وهي وداك السيد اللي معاها التخطيط داروا الشكايه مشاو قلبوا لا كارتي جايه من العيون سكنتها وقال له دير الشكايه بالعيون يبقى يهبط من الرباط حتى العيون. هذا هو عندك الدستور عطاك الحق في التقاضي من حقك ولكن من الماده 5 تقول لك في القانون التقاضي بحسن نيه غير قياس عليها بمعنى ما يكونش التعسف في استعمال الحق. اي تقاضى معايا ولكن مني ماشي باغي تكرفصني. طبعا الجنحي شكل اخر لانه في الجنحي اذا كانت سوء النيه كاين شكي اللي تمشي دير بالانسان الوشايه الكاذبه الجريمه كذا يمكن تدعيه ما كاين مشكل. دابا انا كنناقش غير مواطن وحنا عشنا علاش هذا الانسان غيبقى يمشي من وجده. دابا هاد مراد مسكين عاش واحد القلق زعما لانه علاش لا سمعتوا السهر ديالو البارح معنا شنو كاين السهر وراه هضرت معاه قال لك من الاسباب على حسب ما سمع شي طبيب ان السيد وقع له نزيف في المعده عاش توتر عاش قلق حيت عندنا بعض الممارسات ماشي الناس باغين يقتلوه ولا باغين عد. لا هي كاين شي مشكل عندنا بعدا اما موضوعي اما مثلا كتلقى بحال دابا السيد ساكن علاش غيمشي لوجده علاش شكاوى خاص يكون واحد الانسان جا شكا بيك في وجده وش واحد خرج شكا بيك في خريبكه واحد خرج شكا بيك في فاس هذيك المساطير كامله تحال على مكان السيد فين كاين في طنجه ما يتحركش كاع علاش يجي لوجده ويجي لكازا. انا هضرت مع نسيبو قال لي يا حميد قال لي كان كيتنقل قال لي كان كيعيا قال لي ما كانش كيهضر معنا حنا قال لي كيعيط لشي خوه في امريكان ولا فين
قال لك ما كيبغيش يهضر مع خو مع اسرته هنا في التيليك. قال لي حيت انا ما عرفناش. قال لك كيعتقد انه راه مراقب باش ما يخلقش مشاكل زعما لاسرته. وهذه اي واحد كيطيح فيها. غالبية الناس كتبغي تبعد اسرتها اللي كتكون عندها افكار ولا عندها. حنا انا عشنا هذه العمليات. حنا ملي كنا في كنت كنحاول ما امكن نبعد الاسره. هو ما كيهضرش مع اسرته هنا. خاص هذاك هو اللي ما تيقولوا لا ما نجاوبهمش، تيقولوا ما خافت توقع لي ما يوقع لهم شي مشكل ولا يوقع له ولا يوقع له شي حاجه. دابا غير هذا المشكل هذا ديال التنقل، علاش عنقلوا الانسان؟ علاش علاش؟ وعندنا الانابه القضائيه. حاجه اخرى دابا كتعلق بهذا السي مراد، غتشوف واحد الفيديو ديالو، البوليس جاو عنده للدار، من حق البوليس يجيو عنده، كاينش مشكل، ولكن شوفوا حالته النفسيه كيفاش عايش. شوف شوف يسولوا جيران، قالوا لهم حنا بوليس بغينا نهضروا معاه. ها قال لك بغينا غير نسولوه. ها سمعنا قال لك الساكن هنا. شوفوا اخوتي المغاربه وجهه كيفاش داير مسكين. يعني عايش توتر، عايش قلق. ماشي يعني كتحس بالانسان معذب نفسيا. هذا يقدر يموت عا بالخلعه، هادشي اش كيقول لك المغاربه يقول لك ومات بالخلعه، وقتلوه غا بالخلعه. يعني كيبان وجهه شاحب شو. انا نقول لكم المغاربه دابا بغيت ما ندخلوش التفاصيل. دابا تصور انت كل واحد فيهم، دابا ما تقولوش ليا عنده افكار، قد نختلف قد نتفق، هذاك الشيء نقاش. دابا تصوروا هذا المغربي باللحظه اللي كنا حنا عايشين حياتنا الطبيعيه قبل ما نسمعوه مات، كان عايش هكا وما كناش عارفين كاع. حنا كصحافه هذا السيد عمرنا تعرضنا له. واش عندنا حريه التعبير كما قال الوزير بن سعيد؟ واش هذا يقدر يدوز التلفازه؟ واش هذا يقدر واش اليوتيوب؟ واش عندنا نقاش؟ واش عندنا حريه التعبير قبل ما نترزاو فيه؟ هذا راه مغربي خونا، نختلفوا معاه، راه ماتت روح، راه مغربيه، مغربي هذا الروح. وكاين ناس مسؤولين، كنقول مسؤولين من حيث الباحث ومن حيث مسؤولين، خاص نعرفوا حقيقه هذا السيد. دابا تصور هذا الجو دابا اللي خرج لينا هذا الفيديو اول مره كنشوفه. شوف هذا الشخص كيفاش كان عاش اللحظه اللي حنا كنا كندخلوا المطاعم، كنسافروا، كنعسوا، كنستمتعوا بهذا المغرب وبالشمس ديالو، كنتمتعوا، كنديو وليداتنا للمدرسه، كنفرحوا الى سبعنا، كنفرحوا بالجواج، كنمشيو للكونطو ناخذوا الفلوس اللي جاتنا. تصور واحد المغربي خونا في هذه اللحظه ما كناش عارفينو كيعيش هذا الشيء. شوف. أمي بروند الفيديو. إيه الخسارة؟ إيه الخسارة عاد؟ سمع. إيه الخسارة؟ سمع قول له راه لاكار ديالك. سمع سمع. دابا شوف كيفاش عايش هذا السيد، ما كناش عارفينو كاع عايش هذا الشيء هكا. عايش الالام. كان طبيب عسكري، شوف شنو وقع له، ما مزوجش، ما عندوش ولاد. ايوا دابا انا بغيت نفهم، حتى كدوله واخا يكون الانسان راشد، دابا الا كانت شي حالات بحال الحبس من كتخرج منه، تصور تصور انت كتمشي للحبس. انا اقول لكم هذه الصوره حيت جميله. تصور انت كتكون مثقف ولا وكتوقع هذه، القاضي مسكين، وكيل ملك، طبيب، جدار، تصور بوليسي كيحق مع الناس، صحافي، انت زوين، مواطن، كتاب عليك المكتب في اطار سياسه ولا نقابه ولا ظلم، تلقيتي راسك وكتنعس مع 30 واحد، كنتي كتنعس في الداري فيه 7 متر، لقيت شي واحد نعس حداك. واحد في بحال دابا انا شفت هذا الشيء، واحد في الفسحه، تصور انا جالس هكا، واحد قال له افلان خذنا شي تصويره. السيد ما عنده واحد، سمحوا لي المغرب، عنده مؤخره كبيره بزاف باش يعطيه كارو ديال وينستو. تصور قال له خذنا صوره، كيبقى يقشب به مع الاخر لاباس عليه. كان تاجر مخدرات ولا دخل عنده الثروه، بغى يضحك المهداوي، قال له فلان، قال له خذنا شي، قال له خذنا شي صوره. وقف قدامي وهبط السروال ديالو مره وعريان هكا، دير خذنا صوره، نقسم لكم بالله. عرفتي جاتني الخلعه، مشيت عند الحبيب مسكين راه مات رئيس، تاكد له فحطني، لقيت كنترعد، ما السلوك صدمني. وتشوفوا شي حوايج اخرين، واحد حشاكم جبد جهاز والتناسل سمحوا لي، وبدا كيدير نشاطو البيولوجي، حنا جالسين مجموعين 600 الخلق، مسكين حيت كياخذ دواء مريض، وشويه غيبان لك الميروت كيتضرب له وسط الفسحه. تصور انت مثقف ولا صحافي ولا عشتي هذا الشيء، الا خرجتي شنو خصك؟ خصك على الاقل عام ديال المواكبه النفسيه والطبيب، حتى شي دوله، حتى شي واحد وكيسالوا خصك تخرج وما تغلطش، وانت راه كتبقى انت عندك واحد الصدمات واحد الجروح. حنا ما عندناش مؤسسه المواكبه، كتسمع اعاده الادماج، تبغي عاد تبغي تخدم غتلقى العراقيل باش تولي ديماري، وشكون غيرحمك وشكون غيتصنت لك، وحاسبوك جميع الناس على السلوك. دابا هذا اللحظه اللي كان مسكين عنده هذا الشيء، كنا كنعرفوه، دابا صافي دفناه، كذا مات دفناه، راه مات، راه جار، راه بساط. واش عندنا دور ديال الرعايه، دور ديال المتابعه، دور ديال عرفتي، راه ما كتحسش براسك، كيخرج من الحبس 20 عام وخرج والمجتمع غادي.
دابا خوتي المغاربه هذه القضيه ديال الطبيب العسكري مثلا علاش انا مهمه عندي؟ نسلطوا الضوء في اطار المساواه. حنا الطريقه باش مات ولا كذا ما ندخلوش فيها، احترام القضاء واحترام السلطات وكنفترضوا حسن النيه. كنعرفوا بلادنا يعني لنا فيها. غير غنطرح سؤال في اطار المساواه، العمل القضائي والبوليسي والجميع الناس كنمشيو لهم للديور. دابا هاد المراد جاو للبوليس للدار، ما نقولش واش عندهم الحق ولا ما عندهمش الحق. انا كصحفي ارصد، انا عندي الفصل السادس من الدستور جميع المغاربه متساوون، عندي بوليس واحد، عندي نيابه واحده في هذه العامه في هذه البلاد، عندي قانون واحد، عندي دستور واحد. واش الاجراءات والتدابير كدار بلاصه واحده؟ هذا مراد انتم سمعتوا كيدقوا عليه، مشاو له جيبوه نوض خرج، وقعوا شي الان مع الجيران وكذا. غنطرح سؤال، واش نفس المغاربه كيتعاملوا؟ نعطيكم حاله، هذه مواطنه شكات بالسيد دالها 5 مليون ميته بالغدايد فام دو ميناج، درويشه مسكين فام دو ميناج، تحيا لفام دو ميناج. ملي كنقول فام دو ميناج يعني داخلها راه انتم كتعرفوا. تصوروا جا واحد دالها 5 مليون، مشات عند النيابه العامه والبوليس شكات. النيابه العامه قالت البوليس استمعوا لها، استمعت البوليس استمعوا لديك السيده كمشتكي، سمعوا لها. مشاو يسمعوا لشخص اخر اللي متهم دا 5 مليون. هكا عياوا، سمعوا اش كيقولوا البوليس. دابا البوليس غادي يصيفطوا للوكيل الملك، اش كيقولوا له؟ قالوا بعد الانجاز الجزئي المطلوب بالاستماع للطرف المشتكي فيما الطرف المشتكى به لم يراجع المصلحه الاستماع اليه رغم استدعائهما من مره بواسطه الهاتف عبر رقمه. قالوا عين ما اتصلوا به يعني شنو كيقولوا هنا؟ رغم استدعائه، استدعيناه عبر التليفون ديالو، يعني راه هضروا معاه قالوا تجي رغم استدعائه عبر الهاتف. شنو جاوبتهم النيابه العامه؟ وهذه هي اللي مهمه، شنو جاوبت النيابه العامه؟ قالت لهم من بعد هذه البرقيه الى السيده رئيس الى السيد رئيس الدائره الثانيه بإن زكان طالبا منكم ان تخبروا السيده، هذيك السيده مسكينه مولات هذه الشكايه، خبروها عدم تنفيذ من اجل عدم تنفيذ عقد والنصب والاحتيال دالها 5 مليون، قد تقرر حفظه تطبيقا للفصل 40 من قانون المسطره الجنائيه للاسباب التاليه، ان الحفظ لتعضل الاستماع الى المشتكى به. دابا هاد السيده فام دو ميناج دارها السيد 5 مليون، البوليس كيعيطوا للسيد وبالتليفون وكيبلغوه وكيستدعيوه، ما عمرو حاشاه لهم ولا جا عندهم. السيد وكيل الملك شاف هذاك الشيء قال لهم غاديروا الحفظ، مشات للسيده 5 مليون بقات مقهوره، دار الحفظ. وهذا الطبيب العسكري مشاو البوليس عنده حتى للدار، شكون اللي مشات له 5 مليون؟ شكون اللي مشات له؟ حنا ما عارفينش. هنا فين كنسولوا كصحفيين، هذا مشكل. المشكل الاخر مهم جدا، علاش اخوتي المغاربه؟ حيت هاد المراد، حيت هاد كنسلط الضوء انا على المحاكمه العادله. دابا هاد السيد اللي هو الطبيب العسكري يمشي لطنجه، يمشي لكذا، يمشي هنا، علاش ما تكونش مساطير مجموعه في بلاصه واحده مسطره؟ علاش ما تكونش انابه قضائيه؟ شحال من واحد؟ علاش؟ هنا كنناقش كنقول المحاكمه العادله راه كتبدا من النهار الاول، غير شوف انت وكيل الملك غير تشوف الشكايه واش كيديه واش ماشي كيديه، واش صحيحه، واش في وسائل اثبات جديه، واش واش واش. كاين بعض البشر باغي يعيب رصد النيابه العامه بالشكايات، كاين بعض الشكايات ما تستحقش كاع، وكاين شكايات كتكون فيها وسائل اثبات جديه. كاين مشكل اخر مهم دابا عاوتاني مادام كنسلطوا على محاضر الشرطه. شوفوا دابا هذه راه هضر عليها السي وهبي، يلاه حوالينا هذه يوثقوا بها، محاضر الشرطه يوثقوا بها، محاضر الشرطه في الجنحي. تيقول لك في الجنايات تقدم على شكل غير معلومات. ولكن في الجنحه تثبت العكس. ملي كتكون جنحه، جنحه يعني من 50 لتحت، اي حاجه كتبوا عليك البوليس ولا الجندارم كشرطه قضائيه هذاك المحضر القاضي كيتيق به صحيح، ما عدا الا جبتي له العكس. هادشي هنا مشكل، كي غدير تجيب العكس كتكون وسط الحراسه سادل عليك، مين غتجيب؟ كي غدير تثبت العكس ديال المحضر؟ بعد المرات كيجي واحد يقول انا عمري سنيت وراه سناوني صحه وراه كذا، علاش ما تكونش الكاميرات؟ علاش؟ علاش الكاميرات كتبان ديك المره مع سليمان الريسوني الكاميرا ومع عفاف برناني جابوا الكاميرا؟ علاش 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 الشرطه القضائيه او السلطات في المغرب كاين بعض الحالات كدير الكاميرا وكتجيبها، بعض المرات ما كاينش كاميرات؟ هذا المنطق عاوتاني الاخر المزاجي، علاش اللي كيخالف مبدا جميع المغاربه متساوون امام القانون دستوريا؟ دابا ها هو الوهبي براسه، شوف كيقول لا يوثق بمضمونها. هذه 50 سنه وحنا في المغرب كمحامين وك عندنا كلمه مع ذاك يوثق، هذه 50 سنه حنا كنطلبوا تحيدوا كلمه يوثق. علاش؟ نقول لك علاش. محاكمة العفاف المغرب من 1956 الآن، شنو هو التبرير اللي عطى القضاء؟ المحاكمات ديال اليسار والحكم. وحيث أنه صرح بمحضر الضابطة القضائية، وحيث أنه أنكر أمامنا، حيث أن إنكاره لا يفيد شيئا وبناء عليه كذا يوثق ما جاء في المحضر. كنوقفوا قدام القضاء كيجيبوا واحد على جريمة. تيقول لهم مدير هذاك الشيء اللي كاين في المحضر، ترى تما التعذيب، إما راه تزور عليا، بحال الملف الضربي دابا.
تيجي تيقول له ياه ها كاين هذا الشيء مزيان ديروا له في المحضر تيديروا في المحضر وحيث انه انكر امامنا وحيث انه صرح بالمحضر وحيث انه يتق ما جاء في المحضر بق وكيحكم عليه. يا الله انت وزير عدل دابا انت كتقاد القانون واش تقدر تحيد هذه يتق؟ الى حيدتي هذه انا عارفك يوثق بمضموني تصور كتجي يوثق بمضموني والخطوره فين كاين هذه يوثق بمضموني. نعطيكم مثال بحال دابا في المغرب كاينه واحد العمليه كتسمى الجنيح كيكون شي واحد دابا داير جنايه جنايه ولكن لي ظروف كيبغيو زعما يجنحوها كيحولوها الى جنحه هي كتبان راه اثرها مزيان وما بغيناش نشدو بحال مثلا كتلقى مثلا شي واحد مثلا اعتدى على اولا بحال مثلا جريمه ديال الام قتلت ولدها ولا مثلا كتلقى شي واحد مثلا حيت الجوع ولا كذا شي اربعه الدراري مشاو مثلا سرقوا شي مثلا شي بوطه من شي حانوت في الليل ما لقاو ما ياكلو ولا مبليين بغاو يشريو الكارو ولا كذا ناضوا جابوا شي بنسه وطلعوا لشي كذا تسلقوا وعاد ثلاثه الليل وخذوا بوطه تقدر تجنح واخا هي 516 كيقول لك مثلا تي ديك زعما داك اللي الجوع ودري باقا صغار ولا اش غيضيعوا ولا كذا كتمشي انت واحد المنطقه ديال الجنيح كاين بعض الحالات كيتصل كتكون جنايه وربما نعطي مثال اخر يكون احسن علاش على الجنايه لانه كاين التعدد اولا تكوين عصابه ما بقاتش خاصها تكون جنايه او كاين عنصر ديال الليل كاين التسلق كاين استعمال ادو او عربه عندهم عربه اثناء كذا داك الشروط ديال داك الشروط اللي كتشدد اللي كتحولها الى جنايه وكتلقى الجنيح بعض المرات فين كيكون المشكل كتلقى اللهم يمشي للجنايه احسن من الجنحه علاش لان في الجنحه يوثق بمضمونه اللي كتبوه له الشرطه والجندار ما كتبقاش عنده فرصه يوثق هو عيدي تلسين وفي الجنايات اللي راه فيها معلومات غير معلومات الاستئناس يقدر يمشي ويدافع على راسو شي سقات يا عمي شرق راه ماشي انا الكاميرا ما كاينش كاد انت كتعتبر الجنيح راك سهلتي عليه ولكن بالعكس راك اذيتيه. ونقطه اخرى مهمه في هذه العمليه دابا في المغرب واش حنا عمرنا درنا شي دراسه هذه المعلومات واش كاين شي دراسه قضائيه دارها شي باحث ولا شي مركز ولا شي مؤسسه نعرفوا هذه الجنايات اللي فيها محاضر الشرطه كتكون على سبيل الاستئناس والمعلومات شحال عدد الاحكام اللي صدرت الى مشيتي للمغرب ربما انا نقدر نبالغ نقول غتلقى 90% ديال الاحكام في الجنايات كلها بناء على هذيك المعلومات والاستئناس كانوا معانا الناس حنا في ميل في الريف باش تحاكموا الناس بالمحاضر الشرطه القضاء وجنايات فيها الاعدام كيعتمدوا على الفرقه الوطنيه شنو قالت شنو قال عندهم تما ها هي كيقول لك بناء على ملي كتمشي تقرا الحكم وبناء على نقطه اخرى في المحاكمه العادله وهذيك شهاده متهم على متهم كاين في المغرب دابا تصور من شروط الشهاده باش تكون دايزه شنو خص يكون؟ خص يكون الشهيد خص يكون فيه تجرد خص يكون محايد خص تكون نزاهه في الشهاده خص يكون بعدا اللي غيشهد يكون شخص مستقيم فير معقول دابا تصور مجرم شفار وقتل وذابح وناصب ومخربق والقاضي غيعتمد عليه هما شنو كيقول لك؟ تيقول لك كاين واحد الحكم في محكمه النقد تيقول لك كتبقى السلطه التقديريه ديال القاضي راه عنده الماده 286 بما يراجع امامه والقاضي واخا متهم ما كاينش ما يلزمو ولكن راه ياخذ هنا عاوتاني مشكل علاش ما تكونش ماده المتهم ما يشهدش على متهم شحال من متهم كيجيب متهم فابور مساطر استناديه بغى فيه على الخدمه تصور دابا انا واحد النهار مداب زانه وشي جاري على شي حاجه كنكرهو مداب زانه وياه بغيت نتزوج اختو وما بغاش يعطيني اختو جاري بغيت نتزوج اختو ولا بنته كنحمق عليه وانا كنبيع شي في الحشيش ايوا نمشيو ندير لك من عاد ما كتقدر حشيش مع فلان هو عم بغاش يعطيني بنته كنعتمدوا على شاهد في هذا المنطق كيجيب القاضي قدام الشهود كي غيدير تيقول له اقسم بالله سيد الرئيس هذا اللي عطاني الحشيش تيقول له سيد الرئيس انا عمري بعت الحشيش كي غيدير له الرئيس شحال واحد مشى بحال هكا بهذه الطرق ما كاين حتى شي شهاده تيقول له اجعل نوبك عليه كيفاش شهيد يشهد على شهيد في المغرب كاينه شهيد كيشهد على شهيد كيفاش ان شحال من واحد كيمشي للحبس بناء على شهاده شحال ديال الاملاك الناس دمرت بناء على شهاده باشا عباشا كاين واحد المفتي طور هضرت عليه تصور الشهيد كيقول كلام في التلفازه وكيقول كلام في التليفون تيقول كلام عند البوليس وعندك في المغرب سلطه القاضي كادير شي حاجه والسلطه التقديريه باغا يثيق بهذا الشهيد وعندنا مشكل اخر القضاه كنحترمهم انايا وكنقدروهم ولكن اجي نناقشوا كي القاضي واش القضاه واحد الكائنات كتنتج شي ماكينه بشر بحالنا بحالهم تهما عندهم النفس اماره بالسوء عندهم الشهيه عندهم تهما الطموح الرغبه في التملك هذه الخصائص البشريه اللي عندنا حنا عند القضاه عند وكلاء الملك هاد السلطه التقديريه اللي كيعطيو للقضاه ولا سلطه الملائمه النيابه العامه غير هكاك بناء على القسم هو حلف شحال من وكيل
فاسد كان ولا تشد ولا كذا، شحال من عمرهم كاينين، شحال من قاضي موضوع فاسد، وكاين قضاة موضوع لا عمرها دار نزهه، وكاين وكلاء عمر غير هاد المنطق ديال نفترض فيه حيت قاضي وادى القسم محلف، ها هو كيقول اقسم بالله خصني تاشي نهار نجيبو بتلبس وكاميرا، ولا ما كانش عندي الكاميرا نخلي السلطه التقديريه للبشر هكا تحكم على حياه الناس، واش ما خصش هادشي خصو يتقنن، واش ما خصش هادي راه حريه الناس وحقوق الناس، ما نخليوش هاد السلطه التقديريه تلقى هذا راه بشر، اي بشر كيما بغى يكون طبيعته كيما بغى يكون طبيعه البشر، الا المعصومون اللي قايل فيهم الله ما بشر، راه ما يمكن لكش تعطيه هكا سلطه تقديريه، يعني تعطيه سلطه وبناء لا خاص يكون داك الشيء مزير، راه كيوقع الظلم كيوقع الاذى وكيوقع بزاف ديال الحوايج. ختام هذا القول، ختام هذه الحلقه مره اخرى، الله يرحم سي مراد الصغير، الله يرحم هذا الطبيب العسكري، مره اخرى كنتوجه باحر التعازي واصدق عبارات المواساه والتضامن مع الاسره ديالو ومع العائله ديالو ومع كل واحد بقى فيه هذا السيد. اخر مطاف هذه روح اخوتي المغرب، هذه روح اخوتي، انا اقسم بالله العلي العظيم اقولها حيت عارف هذا الموضوع حساس عند البعض والناس كيبغوا يسمعوا على الخبرات الخايبه على الدوله ولا لا، والله بمنتهى تجربتي والله بمنتهى مصداقيتي، هذا السيد يقول لكم شي واحد هذا مشكل عندنا في البلاد، مازال ما عندناش الفكر الحقوقي بزاف، مازال عندنا التهاون، مازال عندنا بعض الممارسات خصنا نحاربوا، خص التشريع فيه مشكل، هذه تبقى تمشي هنا وتنتقل هنا خص فيها الحسم، هاد السلطة التقديرية الشهود خص تعزيز وسائل الإثبات، راه في دول أخرى والله يلقى عندك الحشيش في الكوفر لا شدك حشيش تلقاه، تصور عندك الحشيش يلاه هاد التلبوس هاد الحشيش اش كيدير لك؟ حشيش كتقول له ماشي ديالي الإنكار وكان دير نشدك، لحقاش ممكن شي واحد أخر يكون حاطه لك في الكوفر تيخليك تمشي ويصوروك فين كتاكل فين كتغدى كيمشي لك الكونت ديالك كيشوف الأملاك كتي في واحد الخدمة شحال كان عندك شحال ولا عندك كيمشيو المحيط عائلتك شحال عندهم يتصنتوا عليك في التليفون السفرية كتخرج للبلاد شحال عندك الصالير وشحال كتسافر برا كيلقى وكيتسناو يتسناو حتى كيلقاو عاد كي حنا عندنا غا شاهد شاهد فيك مشيتي حنا عندنا وحيت لا ينفعه ما ساقه من كنت وحيت لا ينفعه ما ساقه كنتفكر بديك حنا ملي كنا كنتحاكموا في 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 مع نشطاء الريف قال لي حكيم الوردي الوكيل العام رغم كل التقدير اللي كنكنوا لذاك السيد واخا ما عرفتش كنت كنقدروا لانه عنده واحد التكوين تعجبني شي واحد يكون مكون وفي الجانب القانوني كنعترف به يعني وكثرت ما تكون وكثرت ما هو ذكي وكثرت ما هو كنعترف به ولا حتى شي حاجه واخا ما تكون صحيحه يخربقك فيها بحق ماشي عند الناس اللي كيفهموا ولكن يقدر يدوز الامه ولعب واحد الدور يعني دار واحد الضبابه على عباد الله على عينيهم ولكن الناس اللي كيفهموا في القانون كذا عرفوا داك الشيء راه لا اساس له من الصحه بحال حنا بكل التواضع والدفاع ديالنا والناس اللي كذا كيعرفوا داك الشيء ولكن كنعترف به يعني ما اختاروه الا كان عنده هاد كان عنده هاد القدره ديال الترافع عنده يعني فكنعقل شنو قال لي في المحاكمه قال لي يا سي مداوي خصنا نتيقوا بالبوليس ديالنا قال لي خصنا كنقول له الاستاذ حيت انا في المحاكمه ديالي اش كيقولوا لي تيقول لك الفرقه الوطنيه الشرطه القضائيه بلغ الى علمها ان هذا الرقم الهاتفي اللي هضر مع المداوي يستعمل في جرائم عرفتي شي حاجه ديما كنبغيش تفكرها فيها واحد الاساءه للذكاء المغاربه وسمعه المحاكم ما خصهاش تعاود ولكن دابا دازت فيا انا ما كاين تصور جابوا رقم دابا الا بغيتي انا تحاكمني محاكمه عاديه خصك تقنعني هذا الرقم كيستعملوا تنقول لك هذا الرقم راه وجيب لي لا استعملوا عام حميد المهدي وهو اش كيقول لك في الفرقه الوطنيه اذا باين داك الشيء يعني مفروش ماشي غام اش كيقول لي هو الحاكم لا سي حميد كيفاش غنتيقوا في البوليس ولا تقرا في البوليس وانا نقول له جي غنتيقوا في البوليس ديالنا واش كندير انا قدام هذا القاضي هو ديريكت من عندكم للحبس لكن اللي كنتيقوا مادام جينا هنا وكنتحاكموا حيد ديال الثقه اجبدش عندي وعندك ما عندكش الدليل ولا خصنا نتيقوا دير له الثقه هذه ديروا النيه كما قال اخلوش قال لك خصنا نتيقوا وانا نقول له قدام الطلفي قلت له الاستاذ في هذا قدام هذا السيد الرئيس الطلفي راه كيتحاكموا بوليس بالزوير كيفاش غنتيقوا في البوليس هو بقى كيضحك السيد الطلفي بواحد الابتسامه ديالو كاع يعني قال خصنا نتيقوا في البوليس ديالنا على راسنا وعينينا قلت له كاير ولكن حنا كنتحاكموا جبد لي مكالمه ما عرفش وحيث لا وعلى اي باش نرجع لهذا الموضوع هذا كنتمناو على ان هذا الملف ديال الطبيب العسكري يعني يتم البحث فيه
تلبيه لنداء ديال الاسره، ووقع شي تواصل ديال النيابه العامه مع الشعب المغربي ذرءا لاي لبس وسد الباب لاي اشاعه، لانه في اخر المطاف لا نريد ان نسمع سوءا على المؤسسات ديال بلاد ديالنا. كنشكركم خوتي المغاربه والى اللقاء.